رمضان كريم عليكم كلكم يا جماعه، يعني ده هو ده يوم كام رمضان بجد ما اعرف، بس دايما الواحد يجي يقول رمضان كريم، بص يبص حواليه يلاقي نفسه فين، في حاجه غريبه، يلاقي نفسه في باركور مش عارف ليه. الراجل ده عمال يقول احنا باجين نهرب من المكان ده. ماشي ماشي ماشي. طب وانا يعني ازق ايدي يعني ولا ايه؟ ايه ده، انا اتحولت كره ليه؟ حاجه تضحك بجد. ايه ده ايه ده ايه ده، هاي دماغي دماغي وجعتني بجد. ماشي عايزين بقى ندخل من الباب ده. بس انا بمشي ونسيت حاجه مهمه، عايزين بس اللايك والاشتراك عشان شكلها كده مش ممكن ما نعرفش نهرب، عشان واضح كده ان اننا في ايه، في هنا ايه سكينه هنا. احنا عايزين ايه نطلع هنا كده وهنا كمان، بس شكلها حي شويه صح ولا ايه؟ مش عارف، هي دي هتزقني؟ لا بيقلقك وبس صح، مش عارف. ماشي عايزين بقى نمشي هنا كده وننط هنا. اي ايه ده، مش عارف اخد تشيك بوينت ليه، اوعى تقول لي ابقى لا ولا اي حاجه. نقعد ننط بقى كده، اوكي نقعد ننط بقى كده وبعديها ايه؟ اوه ايه ده بقى ايه ده بقى، يبقى دي لو لمستنا احنا كده هنخسر. اوعى تعمل صوتها. ماشي عايزين بقى ايه، نستنى هو يعدي. ماشي ونستنى دي كمان. ها اوه بيقول لك نط بسرعة عشان واضح انها مصدية، عشان دي بتقع. بصوا اهي بتقع. لا 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 ايه ده، انا هو انا هنكت ولا ايه يا ابني ده؟ ايوه كده اعمل لنفسك خسر نفسك، يقول لك اتنطط بسرعة. بصوا انا هوريكوا انها بتقع، انا هوريكوا. بصوا ايوه بصوا اهي بتقع، اهي بجد بتقع. ده انا كنت عايز اوريها لكم بس. يا ابني يا ابني يا ابني، طب ايه الفكره يعني؟ انا اللي موت نفسي، ده انت تاريخي مرخمه يعني. ايه ده، انا الحمد لله اصلا كنت واخد التشيك بوينت. يعني عايزين بقى نقعد ننط كده، احلى حاجه في الباركور انه بيجيب لنا التشيك بوينت دي، احلى حاجه يعني. ايه ده، في ليزر هنا. ها في ليزر، خلي لا 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 لا، خلي بالك بقى. عايزين بقى نفتح الباب ده، بيقول لك ممنوع اي حد يدخل. انت شايفني مين؟ انا هكون مثلا ايه يعني، انا انسان يعني مش اي حد تاني. ولا الكره دي هعمل ايه فيها؟ بص هو الحل في حاجه ان احنا يا ابني، طب انا الحق ازاي؟ كل الحل ان احنا نسرع شويه. ماشي كل الحل ده ان احنا ايه نسرع شويه، عشان دي ايه يعني شكلها سريع قوي. ها بس دي لونها اخضر، هتكون اسرع ولا ايه؟ انا لو وقفت على العمود التور كده شكله مش هيوقعني صح؟ يا نهار يا ابني، طب انا اعمل لك ايه تاني يا ابني؟ دي سريع. لا اعتقد الاخضر بتبقى بطيئه. ايه ده، طب ما الاثنين اخضر. طب انا ارضي ذمتك، انا اعمل ايه؟ انتوا عارفين انا وقعت نفسي عشان الكوره، كل عشان الكوره. ماشي نستناها تمشي وبعديها ننط بقى بسرعه، بس دي محتاجه ان الواحد يسرع، فنستنى الكوره دي تمشي. يا نهار يا نهار، تاني 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 بجد يعني. مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه اقول لك ايه. ماشي عادي عادي، نستنى ان دي تبقى، ما اعتقدش ان انا نط صح. اه دي بتزقني، ها دي بتزقني. كل كل بس الحكايه ان احنا نكون سريعين. ماشي نستنى دي نعدي وبعديها. ايه ده، ازاي الكوره ما بتقعش في البتاع الفاتحه دي؟ الحمد لله كانت بجد هتيجي الحاجات دي. هو عامل زي ال، لا ارجوك لا ارجوك ارجوك يعني، يعني بعد اذنك يعني ارجوك يعني. انت طلعت بجد راجل، كنت لسه هقول لك طلعت راجل مين انت؟ ارجوك كمل في كمل بقى في حكايتك بقى يعني. ايوه كده. طب بجد طب بجد انا فرحان منك، ها خليك بقى راجل جميل بقى. وما هو ايوه كده يا جماعه، انا هعمل اللعبه دي لايك على فكره، انا هعمل اللعبه دي بجد لايك عشان تلعب، ما بتخسرناش بسهوله. ماشي عايزين بقى نقعد ننط كده وهنا كده. ماشي ماشي ماشي. طب انا عايز اقول لكم حاجه، قبل كده شفتوا حاجه كده ولا كده؟ في حاجه اسمها ان يكون في مواد كيماويه كده هنا كده، دي مواد كيماويه دي ولا ايه؟ شكلها بجد يا ابني. ماشي عايزين بقى ننط كده
وبعد كده هنا خلي بالك لا تقع، وخلي بالك. ماشي نروح بقى هنا كده. ايه ده مش هتفتح لي؟ انت كنت مهنج؟ طب ايه اللي كنت تفتح لي بقى؟ ايه ده ايه ده بيضحك ليه؟ بيضحك ليه في طبيعي بقى. رمضان بقى كلنا نفرح. ايه ده شكلك مش صايم يا ابني، شكلك فاطر. يا نهار يا نهار يا ابني دي سريعه قوي. انت بتهزر؟ ده مرض سريع قوي، واحنا لازم ايه ناخد بالنا. عمال يضحك لنا بقى. ايه ده عمال يعمل لنا عينه كده ليه يا مجنون؟ بس ايه المفروض نكون سريعين. ها ماشي. ايه ده طب انا مش فاهم، يعني انا اجي من هنا ولا اجي من هنا؟ لا جت تاني. يبقى بقى الفكره في حاجه واحده، ان احنا ايه او ما يجي هنا انا امشي، او ما يجي هنا انا ايه امشي. ماشي فاحنا نروح هنا كده. هتيجي بعد شويه فريت. ايه بص يا حبيبي، يعني اوه الحمد لله. كل بس الموضوع ان احنا ايه نيجي عند البتاعه دي، وبعديها ايه نكون كده خلاص خلصنا ايه خلصنا الحته دي، لكن اللعبه لسه. اعتقد ان اللعبه شكلها حلو جدا. يقول لك ما اعرفش مين. ماشي عايزين بقى ننط على البتاعه دي. يا ابني يا ابني طب ما تديني طيب جامب كويل اي حاجه. بقول لك بص خلاص هو جميل فعلا، ايه نخسره. ايه يا ابني انا هقعد كده؟ ايه ده اصلا كنا المفروض نتصلى يا ابني؟ كنت ما تقول لي يا ابني، انا لازم انا اللي اقول لنفسي. ماشي عادي عادي نقعد بقى ننط كده. ايه ده دي البانه دي ولا بونبوني ده ولا البتاع اللي بيدهن ولا ايه بالظبط؟ ايه ده بيقول لك لو انت عملت سبسكرايب هديك عصير جوافة. صدق خليك ليك يا ابني العصير الجوافة. انا مالي انا جاي عشان نلعب مش جاي عشان اشتري عصير جوافة. ده مش صايم ده مش صايم ده مش صايم ده مش صايم شكله فاطر. ماشي بيقول لك ما اعرفش مين، خلي بالك من الكهرباء دي. ماشي ماشي انا دايما بخلي بالي، انا عايز هما اللي يخلي بالهم بجد. ماشي بيقول لك ايه بتاع الاصفر دي؟ مش عارف، احنا بس عايزين ننط هنا كده. كانت الباركور يعني سهله قوي، يمكن يكونوا عاملينه يعني للناس اللي لسه مستواها يعني وحش شويه في الباركور. اصعب حته هي الحته اللي قبل كده رحتها دي، ولسه بقول عم معمول للاطفال. يا ابني انت مرض؟ طب انت طيب عامل لي تشيك بوينت بر... ايه ده ايه ده طيب انت ما اديتنيش تشيك بوينت في الاخر؟ ايه ده ايه ده يقول لك ما اعرفش مين. ماشي ماشي ولا محتاجين بس احنا ننط هنا كده وهنا كده وبعديها هنا. اوه محتاجين ننط هنا كمان بس كده. ايوه ايوه لازم بقى ايه يعني ما نسرعش. ايوه ايوه انا اخر مره كنت وقعت مين هنا عشان كمان عشان اخد التشيك بوينت. وبعدين نعمل ايه؟ ايه ده هو اصلا كان قصده انه يوقعني هنا؟ ايوه هو قصده. ماشي ولا احنا عايزين احنا بس نروح هنا. اوه ده مفكة ولا ده مفكة؟ لا مفك مين اللي بتاع اللي بيعمل صامولة؟ ماشي وبعديها نروح هنا كده. انا اخر مرة روحت هناك بالغلط صح؟ ايه ده طب انا نط هنا تاني؟ ايه ده يا ابني احنا نقعد ننط ايه شامبوب احنا؟ ايه ده ايه ده انا بعيد تاني ولا ايه؟ لا ده بيوريك حاجة شبهها بس. ايه ده يعني هي شبهها بس العالم ده ما كانش موجود. ها بيقول لك ان انت خدت تشيك بوينت. ماشي كل احنا عايزين ان احنا نروح هناك. بس خلي بالك يا سيما ما توقعش. عايزين بقى نروح هنا كده. بس شكل ده طويل قوي، تحس ان انت في ملعب كوره صح؟ لا ملعب كوره مين، تحس ان انت في ملاهي. اللعبه دي اصلا شكلها مخصصه للملاهي. ماشي فاحنا عايزين بقى نقعد ننط هنا كده ونقعد ننط هنا كمان. وبس خلي بالنا جامد. عايزين بقى ايه نروح هنا كده. بس خلي ايوه انا كده بس كده. بيقول لك ما اعرفش مين، بيقول لك في نار في معر... ايه ده النار مقفوله؟ لا النار مش مقفوله بجد، النار مقفوله ولا حاجه تانية. انا بلجت من حيطه على ايه، انا بدوس على دي عشان النار تطفي. يبقى بيقول لي اطفي النار بانك تفعل الزرار ده. يلا بعديها ايه نطلع هنا كده فرح.
احنا رقصنا كده اعتقد خلص اللعبة. عايزين بس ايه لسه بقول في نفس الوقت لقيت نفسي خلصت. طبعا كده يكون الفيديو برضو اذا كنت مش عايزة تديني هيدتني فطبعا كده يعني يكون الفيديو يعني خلص. بس انا اخد البادج ده بالمرة. ايوه زي السكرت اندنج كده. ايوه فما تنسوش بقى ايه زي ما انا قلت لكم لايك والاشتراك ولا سارع.